حقيقة. وكمان احنا بنتكلم مع حضراتكم عن الاصدارات النسويه في معرض الكتاب، وتقرير لحضراتكم دلوقتي هتشوفوه عن الايدي الناعمه وكيف صاغت الايدي الناعمه الابداع في اصدارات داخل معرض الكتاب لهذا العام. وبنستعرض معاكم اهم الكتب اللي كتبتها كاتبات معاصرات، ويعني قراءه في الادب النسوي ومنتج المراه الثقافي داخل معرض الكتاب لهذا العام. مشاركة في المعرض ده برواية بعنوان حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة، هي تالت عمل ليا وأول رواية. هي بتتكلم عن حادثة مشهورة قوي في اسكندرية، عن لما الأرض انشقت وبلعت بنت في شارع النبي دانيال. طبعا هي كانت رحلة بحث بقى عن قرايبها والبيت اللي كانت ساكنة فيه وتفاصيل البنت نفسها هي مين وإيه اللي حواليها. أنا بميل للأدب أكتر حاجة، الكتب الأدبية. بعتبر ان هي الكتب الادبيه وعاء يشمل كل حاجه، ممكن يضم التاريخ ويضم الجغرافيا ويضم السيره، يعني ما بين قصه وروايه يعني. والله الحقيقه مش طبعا الاصدارات كتير جدا جدا في المعرض، فلسه ما لحقتش اتابع يعني، ولكن في كاتبات الحقيقه يعني ليهم بصمه وستظل البصمه للابد. وبشكل عام الأدب النسائي بيحظى بتواجد كبير، لأنه بقت في كاتبات كتير عندها الجرأة والشجاعة أنها تعبر بشكل واضح في كسر لكل التابوهات اللي بتحصل في المجتمع ومهاجمة الست ومهاجمة مناقشة مشاكل الستات في الكتابة. في أعمال كتيرة جدا مش بيحضرني كل الأسماء، لأنه يعني تحس معرض فترة المعرض هي فترة حصاد، احنا بنروح نجمع الكتب الجديدة ونقعد بعد المعرض بقى نعمل خطة القراية. احنا بنطور الادب او الفن بان احنا ندي مساحه اكبر من الحريه، انه فكره التعامل مع الكتابه النسائيه بوصفها سيره ذاتيه هو تعامل خاطئ جدا. انا شايف الادب النسائي متنوع جدا بشكل واسع، يعني ما بقاش يعني هو طول عمره ما كانش كده، بس الصوره ما كانش مقتصر بس على الكتابه عن المشاعر او الحاجات العاطفيه او كده، بس مؤخرا الصوره النمطيه عن الادب النسائي اتغيرت وبقى في كتابات متنوعه جدا وإنسانية أكتر. أنا مش متأكدة هي السنة دي ولا سنين قبل كده، بس أنا حابة جدا رواية ريم نجمي، وحابة بحب قلم جدا نورة ناجي، بحب كتاباتها ولأن هي إنسانية أكتر منها أدب نسائي، بتكتب عن الست كصوت إنساني. كاتبات النساء بقى قلمهم قوي جدا، أو هو طول الوقت والله، يعني أنا شايفة إن ده طول الوقت، بس هما دلوقتي بقوا يعرفوا يعبروا عن نفسهم أو يدافعوا عن فكرة كتاباتهم أكتر. أنا بصراحة قارئ إلكتروني أصلا، طبيعة الحياة خلينا غصبا عننا بنقرا بالوسائل الالكترونيه اكتر، خاصه بقى في الكندل، ما بقتش مشكله العين القرايه متعبه للعين زي زمان.